صباح النور. بداية أقول بأن هذه القرارات قوبلت بترحاب واسع خاصة من أوساط شباب الثورة السلمية ومن مختلف التكوينات الاجتماعية والسياسية. كان أول المرحبين بهذه القرارات والمؤكدين على الالتزام بها اللواء علي محسن صالح الأحمر قائد الفرقة الأولى المدرعة الذي أدى القسم الآن قبل قليل أمام الرئيس هادي كمستشار لشؤون الدفاع والأمن للرئيس هادي. أيضا العميد أحمد علي عبد الله صالح أيضا نقل عنه بأنه رحب بهذه القرارات والذي عين سفيرا في دورة الإمارات، كما أن أحزاب اللقاء المشترك رحبت بها وكان ينظر إليها بأنها قرارات قد تأخرت ولكن أتت الآن بالتزامن مع استئناف مؤتمر الحوار الوطني فرق العمل الفرعية عملها بعد يومين. وأيضا اعتبر كثير من المراقبين وكثير من الشباب الذين خرجوا الليلة الماضية في تعز وفي صنعاء في مسيرات لتأييد الرئيس هادي في هذه القرارات التي تزيل عن اليمن مخاطر الانزلاق في حرب أهلية أو في صراعات، خاصة وأنها تعمل على تفكيك البنية العسكرية للنظام القديم، تحييد كتلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لا سيما أن معظم القادة العسكريين الذين عملوا تحت إمرة الرئيس صالح تم تعيينهم في هيئة استشارية تابعة للرئيس هادي أو نقلهم إلى سفراء، خاصة أبناء العائلة كما اصطلح على تسميتهم. ايضا هناك العميد هاشم الاحمر نجل الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر والذي يعتبر من احد مراكز القوى المتصارعه، تم ايضا تعيينه ملحقا عسكريا في الرياض. فاقول ان يعني ابعاد مصادر الخطر على امن واستقرار اليمن بهذه القرارات واعاده ترتيب واوضاع القوات او الجيش اليمني بطريقه مؤسسيه وفقا لخبرات امريكيه واردنيه تعمل ميدانيا وتعمل مع فرق يمنيه على صعيد تنفيذ خوى مخطط او اقول برنامج وضع بالاشتراك بين الجانب الامريكي والجانب اليمني لاعاده هيكله المؤسسه الامنيه. ولكن حمود، هل نتوقع المزيد من القرارات بهذا الحجم وبهذه النوعيه من الرئيس هادي ام انه سيكتفي بهذه القرارات؟ نعم، ينتظر من ان الرئيس هادي، لان هناك فرق من الخبراء والفنيين يعملون بشكل متواصل على صعيد استكمال اعاده هيكله الجيش حسب تصريحات خبراء امريكيين بان المرحله الثانيه يجري التخطيط لها لاستكمال ايضا الان تحريك الميدانيا للوحدات العسكريه المنتشره على طول المساحه الجغرافيه، حيث تم تقسيم كما ورد في قرار الرئيس هادي المسرح العمليات العسكريه البريه الى 7 مناطق بدلا من 5 مناطق عسكرية، تخصيص منطقتين عسكريتين لمنطقة حضرموت والصحراء، وأيضا 3 مناطق عسكرية في الجهة الشمالية من الحديدة إلى عمران إلى مارب، و3 مناطق أيضا في أو منطقتين في المنطقة الجنوبية الغربية. فأقول أن هذه التوزيع كما يشار إليه أنه يعاد توزيع القوى البشرية والآليات العسكرية وأيضا وضع الخطط والبرامج وفق رؤية جديدة بعيدة عن الولاءات القبلية والشخصية التي كانت مسيطرة على الجيش، لا سيما وأن كان هناك في الأخير برزت قوتان رئيسية هما الفرقة الأولى مدرة وقوة الحرس الجمهوري. طيب. وبدأ خلال السنتين الماضيتين وكان ولاءات شخصية عائلية كان يخشى من صدام بين هاتين الوحدتين أو هاتين القوتين وقد يقود إلى حرب أهلية في البلاد. فتفكيك الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرة وإعادة هيكلة الجيش كان يؤسس لمرحلة جديدة، لمرحلة تحد أو تمنع الولاءات القبلية والشخصية داخل المؤسسة العسكرية. حمود بن نصر، شكرا جزيلا لك وسنتابع معك المزيد من التفاصيل.